هي انا دلوقتي مش هتكلم في كان المفروض، لا انا هتكلم المفروض اللي يحصل ايه. اللي يحصل ان البنت دي تروح تتكلم مامتها، احنا عايزين حل. احنا انا سمعت في التلفزيون المذيعه العظيمه سالي بتقول كذا 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 كذا، فانا عايزين نعمل ده، احنا نروح لحد. فاكره خاله تبدا تفكر تعمل ده. طول ما هي جوه البيئه دي هي مش هتكبر. البنت دي مع الاحباطات الكتيره، يعني هي لحد النهارده لسه متماسكه على فكره، يعني هي لسه النهارده عندها نفس تحارب، لكن بعد شويه لما دلوقتي بدات تتعب وبدات تعيط وبدات تحس ايديها مش بتتحرك، هتبدا تعمل كاتينج، هتبدا تعمل تقطع. ده كارثه، اليوم هيقطعوا ايديهم عشان يحسوا بالراحه. هتبدا تسرق، هتبدا تكذب، هتبدا بره البيت تقلع الحجاب، هتبدا تعمل كل حاجه غلط لان هي مش عارفه تلاقي ده جوه البيت. فانا بقول للام من فضلك الحقي اللي باقي، او انجزي انجزي بجد عشان ما الموضوع ما يكبرش اكتر من كده. احنا ما نعرفش برضو الاخت اخبارها ايه، اخت صفاء اخبارها ايه، اكيد دي برضو عندها معاناه تانية. اكيد. فدي ان شاء الله لو الموضوع اتحل وخرجت بره الليله دي هتبقى احسن.